السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا معانا جبنة قريش كده جنتها في التلاجة لمدة 2 3 ومحدش راضي ياكل منها، فقلت ايه رأيكم بقى في ال3 قرون فلفل ده؟ وتعالوا نشوف ايه هعمل لكم، ايه هنخلي ولادنا ياكلوها، لان في اكترية اولادنا ما بيحبوش الجبنة دي، والجبنة دي مفيدة جدا ليهم. ايه طبعا بعد ما فضلت في التلاجة محدش راضي ياكل، بصراحة انا اللي بحب اكلها انا ووالده. فعملت لك ايه بقى؟ رحت جايبة الخلاط كده، وتعالى اقول لكم على طريقتها، سهلة جدا والولاد هيحبوها. هنمسك بقى طبعا الجبنة دي والفلفل، زي ما قلت لكم الفلفل الاحمر ده طبعا متواجد عند الناس كلها. هنحط شوية مية كده يغلوا على النار، هنحطهم كده يغلوا شوية، 2 كوباية مية من دي ومعاهم الفلفل، ونتغلي غلوة بس وندفع عليها، ولما تبرد هنضربها في الخلاط. طبعا لو حابة تشيل اللي في الفلفل ده، انا رجعت شيلته بصراحة، اهو زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما علقت عليه قلت لا ده انا هشيل البذر من جواه وكده، فروحت شايله البذر من جواه، وبعد ما غلي بنروح موطين عليه. اسهل من كده مفيش، وكمية 1/2 كيلو هتطلع لنا كمية جميلة. وكمان جبت، بس بصراحة اللي بيحب الحامي يحط القرن الشطة الطويل ده بصراحة يعني، بس انا ما بفضلش تعملوا بيه، لان يوميها كانت طلعت حامية جدا. اهو اللي حبيبها بقى عاوزها جبنة حامية يحط الشطة اللي هي الطويلة الحمراء دي، بس تكون شطة حمراء. وطبعا لازم نحط ملح كده، علشان طبعا ايه المية بفلفل والجبنة ما كانش عليها ملح برضو كتير، فحطيت بس سنة ملح كده، بس سيبنا المية ما تبرد بالفلفل، وهنضربها في الخلاط اهو زي ما قلت لكم. اهو طبعا اللي عنده كبة برضو يضربها في الكبة عادي، بس انا ده يعني ضربتها في الخلاط مش في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. والله طلع طعمها جميل جدا، اللي حابب ياكلها كده يا حابب، اللي حابب بقى بصوا اهو دي جبنه، اللي يشوفوها بقى يقولوا جبنه بتتباع من بره. الولاد كلوها يوميها، دنتها كتير في التلاجة بقى اهو، شفتوا؟ وطعمها ما بيتغيرش، طعمها جميل اهو، مش هتبطلوا والله، جربوها كده مش هتبطلوا تعملوه للولاد، والولاد كمان هيحبوا. وقوامها ولا خفيف ولا تقيل، قوامها كويس. ايه رأيك بقى الطبق الجميل ده؟ طبعا انا مش هناكل الكمية دي، جبت علبة تلاجة وحطيتها فيها وحطيتها في التلاجة، كل ما كنا نعوز او انا والولاد بنروح مطلعين معلقتين منها كده. جميلة، جربوها والله يعني هتعجبكم الطريقة. حلو، يلا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. طبعا هتنفع في السحور في رمضان، جميل جدا دلوقتي هتنفعنا في السحور، برضو جنب الفطار اللي عاوز يفطر جنب الفطار، برضو هتبقى جميلة. بقول لكم والله قوامها جميل جدا بصراحة، عجبتني طعمها كان حلو. بقول لكم ايه رأيكم؟ جبنة ايه؟ حد يقول اللي دي جبنة قريش؟ لا طبعا. وبعدها كده رحت جايبه علبه تلاجة ونزلتها اهوت من الطبق، ما تقولوش ان الطبق اتغسل، احنا برضو ايه مسكناه غسلناه، احنا كان ايه طبعا نحط بقى ده في التلاجة، ولما نعوز منها هنطلع. وده كان الفيديو بتاعنا، فيديو بسيط كده، ويا رب يكون يفيدكم بحاجه.